بسم الله الرحمن الرحيم، وبعد الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة، وحفظنا وحفظكم الرحمن من كل داء وباء. اليوم نسير على دربنا، ودائما في الجواب أو الجواب على الأسئلة المطروحة، وإن شاء الله سنجاوب على بعض الأسئلة المهمة. نبدأ بالسؤال الأول. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا خرجت لي أفي فابورابل، واش راجلي لفرنسا اللي خاصو يجي شد رونديفو في البرجة؟ الجواب أختي، لا أختي، كل هذه الأمور عليك القيام بها بنفسك، وأنت ترسلين إما عبر الهاتف أو إرسال إيميل عبر الإنترنت إلى عين البرجة، والإيميل خاصك تسكن الأوراق وتسكن أبي فوراب وجو السفر وبطاقة الوطنية، كل هذه الأوراق تفتحها لوفي باش يعطوك واحد رونديفو باش دير لا فيزيت ميديكال. السؤال الثاني. السلام اخي، انا ادفع لي راجلي في شهر 8 في 12 2021، وباقي مازال، وحنا في شهر ابريل ومازال ما كاينش الجواب. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أختي، على التجمع العائلي في القانون الفرنسي كاين هو الوقت الزمني من 6 أشهر إلى سنة اللي ما عندهمش أطفال، هذا هو المدة الزمنية. أما بالنسبة اللي عندهم أطفال، وتقدر الوقت الزمني حتى 18 شهرا. يعني اختي مازال ما عندكش الوقت القانوني، ما عندكش حتى عندك شهر 7 شهور ولا 8 شهور، باقي تصبري واحد 4، اذا ما عندكش اطفال تصبري واحد 3 شهور اخرى وان شاء الله غادي يجاوبوك. وكاين بعض المناطق في فرنسا، كاين باريس بحال 93، وكاين على شي مناطق في ليون، يعني المدن الكبرى، كاين شي بعض المناطق فيها يعني واحد المقاطعات لي بريفكتور عليهم ضغط كبير من المهاجرين، عندهم المدة الزمنية كثيرة جدا، بحال سان دوني هنايا في 93 تصل المدة إلى 3 سنوات، لأن كاين ناس بزاف وما عندهمش بزاف لي بريفكتور، عندهم 3. وثاني حاجة، ما عندهمش عنصر البشر اللي كيخدم، خدامين غير بشوية ديال الناس، يعني خاصو الصبر. السؤال الرابع، كي ندير نحسب لغسوس او المداخيل باش راجلي يدفع لي التجمع العائلي، وما عرفش هو المداخيل اللي خاصو يربحها باش يكون الدوسي مقبول ان شاء الله؟ الجواب اختي، اذا كانت العائلة متكونة من 4 إلى 5 أفراد، فالمدخول الشهري يعني خص لي فيش دو باي يكون فيهم 1365 أورو، يعني هذا مينيموم، هذا فيش دو باي تكون فيها مينيموم 1365 أورو لمدة 12 شهرا، يعني تكون عنده 12 فيش دو باي، 12 شهر عمل، وكل فيش دو باي تكون في 1365 ولا 1400 1400 ولا 1500 12. اما العائلة المتكونة من 6 اشخاص فما فوق، يعني عنده 6 اولاد ولا عنده 7 ولا عنده 8، فالقانون الفرنسي حدد الثمن 1400
89 فاسيس 46، أنا أتكلم لك على يناير 2022، إن هذا الشيء كيتغير جونفي، كيتغير بين جونفي بين يناير بين 2021 و 2022، كيزيد واحد 50 أورو ولا 30 أورو ولا 20 أورو ولا 40 أورو. المهم 1489 أورو، حنا نقولو 1490، يعني 12 فيج دو باي عام كامل في هذا العدد ولا أكثر. من الأحسن يكون أكثر، ما نعرفش ماذا. 1600 1700 1800 وأحسن سنة كاملة. واللي عنده غير الزوجة ومع شي طفل ولا شي حاجة، يعني الزوجة والطفل، يعني العائلة تكون من 2 حتى 3، القانون الفرنسي يناير 2022 دار 1258 أورو لمدة 12 شهرا، يعني 12 في جو باي فيهم 1200، نقولو 60 أورو. كل شيء راه واضح. الجواب السؤال الخامس، السلام عليكم، زوجي عنده إقامة نتاع 10 سنوات والحمد لله عنده العمل، وهذه 6 شهور من دفع التجمع العائلي، واليوم رجعوا له الدوسي قالوا له خاصك تبدل العنوان في كارت سيجور وخاصك تدير عنوان جديد. السلام، هل ما هو المطلوب؟ زعما واش غادي يدير في هذا المشكل هذا؟ الجواب اختي، أرى القانون خاصك في التجمع العائلي، هذا مشكلة واقع بزاف الناس، وتكلمنا عليه وتكلمنا عليه في فيديوهات سابقة. أرى مين تشد الدار، انت تشد الدار، غالبية المغاربة كيشري واحد الدار باش تدير تجمع، خاصك توجه لا بريفيكتور دير شونجمون دادريس، يعني تبديل عنوان، دي خاص دير في لا بريفيكتور، يعني في كاسي جوست دير عنوان جديد. ما يمكنش تدفع، يمكن انت كاع عندك تشوف فيها مقاطعة في الجنوب ولا منطقة بعيدة، انت دافع هنا خاصك تبدل العنوان في كارت سيجور، هذا راه ضروري ضروري. الى دفع التجمع، حنا نقولو بغيت تربح الوقت، دفع التجمع روح شد رونديفو روح بدل دفع كارت سيجور ودفع لهم الروسي، دفع له في الروسي بلاني درت الاجراءات، هاد الشيء غادي يساعد الدوسي نتاعك. لكن بزاف النقاط راه في التجمع العائلي وبزاف الرفض على هذه المشكله هذه. شوفوا انتم عندكم حل اخر، روحوا شدوا رونديفو لا بريفيكتور ودفعوا شونجمون دادريس، يعطيكم واحد الروسي غادي يبدل لكم لاكارت، وكاين شي مناطق يدير لكم واحد التيكيه فوقها وصافي، يعطيكم ادريس الدوسي، شدوا الدوسي افيك روسي وديروا ان غوكور، يعني بحال استئناف، والله المستعان. السؤال السادس، انا ام عازبه حامله، اذا جيت لفرنسا نولد واش يساعدوني؟ انا في اسبانيا. جاوبني، ام عازبه يعني عندها ولاد، يعني غير متزوجه ولا حامل، هذا هو المعنى تاعها. اختي الجواب، واخا تجي لفرنسا وتولدي في فرنسا راه ما يعطيوكش الوراق، خاص هنا القانون خاص يكون عندك شي، إذا كان عندك شي ابن آخر ولكن الابن خصو يقرا في فرنسا 3 سنوات في المدرسة، عاد عندك الحق تهزي الوراق. إلا جيتي فرنسا وولدتي خاصك تصبري حتى يدخل المدرسة، ما عرف يدخل على 5 سنين ولا 6 سنين ولا 5 سنين ولا 3 سنين ولا يدخل لا كريش ولا هذاك، على 3 سنين وتصبر 3 سنين خلال المدرسة، 6 سنين تقعد في فرنسا 6 سنين 7 سنين عاد دفعي الوراق تاعك. ومن الأحسن بقى في اسبانيا، أحسن اسبانيا كيساعدو أحسن. السؤال الأخير، السلام أخي، رمضان مبارك، بغيت نسولك، أنا ديجا ترفضت ليا فيزا توريست، هذه 3 سنوات دفعت فيزا توريست ورفضوها لي، في هاد الأيام راني تزوجت بعد عشا فرنسا، يعني غادي ندير ركون فاميليا التجمع العائلي، واش هاد واش غادي يخلق لي شي مشكل؟ لا يا أخي، انت دفعت فيزا
كأي مواطن دفعت فيزا ما تقبلت لكش، ما عندك حتى شي مشكل، عاود جاب الله شي زواج باش غادي تزوج، الله يسهل هادشي. لا ليس له علاقة لا من بعيد ولا من قريب. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، رمضان مبارك إن شاء الله. وما تنساوش تفعلوا الجرس وتابعونا في القناة وديروا لايك. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.